وإلى اليمن، حيث سلمت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم مهام خفر السواحل اليمنية في محافظة حضرموت إلى قوات خفر السواحل اليمنية لإدارتها والمحافظة على أمن سواحل بحر العرب ومنع عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص عبر سواحل المنطقة. وقد تم التسليم بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر وسفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو مولر. من جهته قال الممثل